أستاذ عزيز وأطلع لك بخير. يمكن لك تقدمنا المتحف شعب اللقالق. مرحبا بكم في إطار قناة سيدي عبد اللطيف قنوري الذي دائما في قلب الحدث البيئي معنا جمعية حماية اللقاليق البيضاء. ترحب بكم في إطار هذا المشروع الواعي المجتمعي لمتحف شعوب اللقاليق، والذي هو الآن ضمن توسعة في إطار هذا المقر الذي هو عبارة عن وقف للوالدين رحمهم الله. ففي هذا المدخل لنا تاريخ لزيارات الشخصيات الدولية والوطنية لجمعية حماية اللقاليق البيضاء، ثم في هذا الفناء قمنا بتهيئته في إطار ما يسمى بصالون المواطنة البيئية، فهنا خصصناه للتغيرات المناخية وللسلوكات البيئية. وهذه المسابقة مسابقة المواطنة البيئية، وفي الإطار الآخر هنا على الحائط الشرقي للتنوع البيولوجي كما تلاحظون هنا لبيشوف أبو منجل، والذي كان متواجدا بسهل تريفة، لهذا وضعناه هنا في الأعلى لنذكر الأجيال الآتية بأن هذا الطائر الفريد من نوعه الذي يتواجد بمحمية سوسمسا جنوب أكادير الآن ممكن مع هذه التهيئة لإقليم بركان التي يشهدها في ظل إدارته من طرف السيد محمد علي حبوها رضي الله عنه تحقيقا بعد تصديق سيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان، ممكن أن نعيد تهيئة مواطن في سهل تريفة وإعادة هذا الطائر طائر أبو منجل. إذن هنا نخصصه للتنوع البيولوجي ونخص الطيور، ففي كل شهر أو على رأس كل شهرين نعدكم بأن للزوار ستجدون الجديد لنوع معين من التنوع البيولوجي المهدد أو المنقرض أو المحتفى به. وهنا كما تلاحظون صالون اللقلاق، هذا الصالون الفريد الذي نتفرد به على الصعيد الدولي، فقمنا خلال 20 سنة من تبادلنا الحضاري مع الهيئات ومع ممثلي الجمعيات التي استضافتنا بأوروبا، نقوم الآن بجمع هذا الأثاث ولإعادة ترتيبه في إطار هذا الصالون، صالون اللقاليق. كما أنكم تشاهدون هذه التهيئة وهي أيضا تهيئة لمسابقة اللقلاق ومسابقة المواطنة البيئية، وهذه شهادة آخر تمثيل لنا في إطار الملتقى 12 للقرى الأوروبية للقلق. وهنا بعض الأعلام للدول المشاركة التي ستشارك معنا عبر هيئتها. إذن نمر إلى الصالون الثالث وهو صالون التنوع البيولوجي. صالون التنوع البيولوجي وغني ب التنوع البيولوجي يضم هنا هذا الإطار، هذا الجناح الخاص بالحضارات وبالإنسان، بثقافات الإنسان، الهنود الحمر، ثم جانب من الأركيولوجيا المحلية مغارة تفوغالت، بني إنسان بني زناسن، الفينيقيون ممثلون عبر بقاياهم، هنا ملك مالي أغنى ملك في العالم. إذن هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البشرية مكنتنا من إعادة ترتيب هذا المتحف والذي ما زال في إعداد الترتيب.
الإنسان موسيقار، وهنا ينتهي جناح الثقافة الإنسانية ونمر إلى التنوع البيولوجي المحض. هنا بعض الميستيليدين النمسيات والنباتات. ف بعض الأنواع الحشرات والعناكب، أكبر عنكبوت في العالم عنكبوت أمريكا الجنوبية، هنا بعض جناح البحر، بعض الحيوانات سواء القاعية أو اللوجيا، يعني بيلا بنتيك أو بيلاجيك، يعني التي تعوم أو التي تستقر في قاع البحر، تلك هي الكوان، توجد بشواطئنا. هذا جزء من رأس الدلفين، الفك العلوي، الفك العلوي للدلفين. إذن جانب الطيور، بعض النماذج، هنا مجال الديناصورات، هذا السبينوزاوريس اكتشف في الشرق الأوسط واكتشف مرة ثانية بجنوب الشرق بالمغرب، سبينوزاوريس. إذن هذه بعض العينات للمستحاثات، الأمونيت الكبيرة العظيمة التي عاشت خلال العصر الجيولوجي الثاني، معروفة عيشها تزامنها مع الديناصورات وأنها عاشت في البحار الدافئة وقت ذاك. هذا واحد نوع نتاع الحياة التي تخنق الخانقة، وش بوا وش أناكوندا، الله أعلم، شرينا في السوق عظيم، شي جوج متر ونص. عجيب الحياة الخانقة. سيربون كونستريكتور، وردة الرمال، هذه جميلة جدا، عينة القط.